لما يكون الدقن مرة صغير يعني ما فيه طول زي كذا، ما يكون نازل وتكون شفايفك صغيرة تبي تكبريها، ما ينفع تكبريها من هنا، لأنك لو جيت تكبريها من هنا حيصغر الدقن أكتر. فدايما اللي دقنهم مرة صغير تكبر شفايفها من هنا من الأجناب زي كذا. فاهمين علي صح؟ دائما اللي دقنهم مرة صغير لا تكبر شفايفها من هنا وتنزلها أكتر عشان لا يختفي الدقن. خلي التكبير دائما من الأجناب، من هنا ومن هنا، من هنا تكبر. وكيت مرة دقنها صغير فحضطر إن أنا أكبر لها شفايفها. شوفوا من فين، من هنا أكبر. طيب دحين العكس، لأنه شفايفها ما بين شفايفها وأنفها المسافة مرة طويلة، فدايما لا تعملي حركة السبعة. حركة السبعة للشفايف تزيد الطول ما بين الأنف والشفايف، فدايما اختاري حركة التمانية. دقيقة، اختاري دايما حركة التمانية. بس دقيقة، كبرت مرة من هنا. اختاري دائما حركة التمانية عشان تخففي من المسافة بين الخشم والشفايف، خصوصا في بنات مرة المسافة هنا كبيرة. وخلاص تبدأ ترسمي هنا على الخط الأبيض، فوق الخط الأبيض. وما تنزلي الخط لغاية هنا، تقدري توقفي بس كذا، تقدري ترفعيه كأنها شنب زي كذا.